السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أنا زي ما وعدتكم قلت لكم إن شاء الله هنبتدي أولى دروسنا إن شاء الله في الأيام القادمة دي، وهنمشي درس درس إن شاء الله. النهاردة هناخد درس في الجغرافيا، وإحنا عندنا النهاردة جغرافيا التنمية ومجالاتها، وهنقول إيه جغرافيا التنمية ومجالاتها. ده الدرس الأول اللي هندرسه النهاردة مع بعض في أولى حلقاتنا في قناتكم قناة أجيال أندلس. قبل كل شيء احنا عارفين عن ايه جغرافيا، ده علم الارض، لكن كلمة تنمية دي جديدة علينا يا جماعة. التنمية دي جهود منظمة، مين اللي بيبذلها بقى؟ الدولة. ليه؟ عشان تقدر توصل لمستوى دخل قومي ومستوى معيشة مرتفع. طب يعني ايه تنمية بقى؟ هي جهود منظمة تبذلها الدولة وفق تخطيط مسبق، لمين؟ لتنسيق بين امكانيات بشرية من ناحية وموارد طبيعية من ناحية اخرى. يعني عشان نفهم بس حاجة، اي حاجة في الدنيا دي كلها بتقف على امكانيات بشريه وامكانيات طبيعيه. ليه بقى انا بعمل التنميه؟ ليه او ايه الهدف من التنميه؟ عشان احقق حاجتين مهمين جدا، ارفع مستوى المعيشه وفي نفس الوقت اعمل مستوى دخل. يبقى الاثنين مرتبطين لبعض ومكملين لبعض، اللي انا بعمل مستوى دخل عالي احققه بالتنميه وارفع مستوى المعيشه عن طريق. طب تمام، انت قلت لي يا استاذ في حاجه اسمها الدخل القومي. طب الدخل القومي هو ايه؟ اي فلوس او اي مبالغ او اي ايرادات بتحصل عليها الدولة من جميع قطاعاتها يا جماعة. الدخل القومي بتعريف بسيط جدا ليه هو ايه؟ جميع مجموع المبالغ والإيرادات اللي بتحصل عليها ايه؟ الدولة من جميع دخولها المختلفة، بس الكلام ده خلال سنة يا جماعة، خلي بالكم، خلال فترة زمنية محددة غالبا ما تكون عام. ده تعريف الدخل القومي، بيجي في الامتحان؟ بيجي في الامتحان، واحنا قلنا خلاص إن شاء الله يبقى في أسئلة مش تعجيزية، أسئلة من فهمك، افهم تحفظ، لكن تحفظ مش هتفهم. عرفنا مفهوم التنمية وعرفنا مفهوم الدخل، نشوف بقى تطور مفهوم التنمية، والسؤال ده جه كتير جدا في السنين اللي فاتت. ظهر مفهوم التنمية بصورة واضحة في كل المجالات في الستينيات من القرن العشرين. طب ده مر مفهوم التنمية بعدة مراحل هنعرفها. قبل كل شيء التنمية دي كلها على بعضها مهمة جدا في حياتنا. طب ايه مراحل التنمية؟ والله عندنا تنمية اقتصادية، عندنا تنمية بشرية، عندنا تنمية مستدامة، وتك قوي قوي على كلمة تنمية مستدامة. يبقى احنا قلنا مجالات ومراحل، يبقى اول حاجة مفهوم التنمية قلناه، ناخد بقى مراحل التنمية. هي عبارة عن ايه؟ تنمية اقتصادية، تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية، وتنمية مستدامة. اول حاجة بنقولها ثلاث حاجات. التنمية الاقتصادية، ظهر المفهوم ده، وركز على الكلمة الأولى دي، في علم الاقتصاد. طب جت زي بقى في مرة في الامتحانات في 2016-2017 قال لك ظهر مفهوم التنمية في علم السياسة، لا في علم الاقتصاد. ليه؟ لاستثمار الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائدها. يبقى أنا أول ما أعرف إن مراحل التنمية وتطور مفهومها التنمية الاقتصادية، ظهر المفهوم ده بداية في علم الاقتصاد بهدف استثمار الموارد المتاحة وحسن ايه؟ توزيعها. نيجي لتاني حاجة، التنمية البشرية. من اسمها يا جماعة كده اللي هي بتركز على قدرة الفرد ومستوى معيشته، ده تنمية بشرية، التنمية للبشر ومن أجل البشر. أما التنمية المستدامة، ودي اللي بنتمناها في حياتنا ونتمناها في بلدنا، اللي انا بلبي احتياجات الجيل الحاضر اللي هو انا وانتم، وما ضحيش دون التضحيه او الاضرار بالاجيال القادمه. يعني انا مثلا رايح رحله معايا ازازه ميه، تمام؟ ما اجيش اقوم شاربها في اول ما وانا ماشي كده، لا، اعمل حساب اللي فيه لسه بقيت الرحله موجود. ده تلخيص صغير، يعني معناها ايه؟ تنميه مستدامه ان انا بلبي احتياجات الجيل الحاضر اللي هو احنا، وما ضحيش بقى، ما ضحيش بحاجات كتير واقول بقى ايه ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، ما فيش كلام من ده. لا، التضحيه معناها ان انا اعمل ايه بقى؟ ها، البي احتياجاتي كجيل ثم اوفر للاجيال القادمه. طب نيجي للسؤال المعتاد اللي بيقول دايما، بما تفسر ظهور مفهوم التنميه المستدامه؟ ليه ظهر المفهوم ده؟ قال لك بسبب تزايد الوعي لدى الهيئات والمؤسسات والافراد. شوف شوف ماشي بالترتيب ازاي، هيئات ومؤسسات وافراد، بمين؟ بقضايا البيئه والمجتمع. يبقى المفهوم التنميه ظهر عشان بدا يبقى في وعي هنا وهنا وهنا.
طب ايه الهدف من التنميه دي يا استاذ؟ يعني انا بعمل تنميه مستدامه ليه؟ والله ده بنشوفها كده، انا بعمل تنميه مستدامه ليه؟ عشان احافظ على الموارد اللي ربنا اديها لي، الموارد الطبيعيه، واحافظ على الموارد البشريه اللي انا عملتها. وتاني حاجه لحد من التدهور البيئي. يبقى الهدف من التنميه المستدامه يا جماعه اتنين حاجتين: واحد الحفاظ على الموارد الطبيعيه والبشريه، لان احافظ على الطبيعه والبشر، واحد من تدهور هذه البيئه. طب كيف ممكن تحقيق التنميه المستدامه؟ أنا هو كفرد عادي، أنا كطالب، كأب، كأم، كأي إنسان في الوجود، إزاي أحقق تنمية مستدامة؟ بصوا، أعمل دايما توازن بين أي حاجة في الدنيا، مش هتخسر حاجة. إحنا أمة مقتصدة، يعني معناها إيه؟ اللي أنا بعمل توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية من جهة، وإدارة الموارد وحماية البيئة من جهة أخرى. يعني إيه بقى؟ تاني بقى بس براحة كده، إزاي أحقق تنمية؟ إذا حققت تنمية مستدامة في مذاكرتي، في حياتي، في بيتي، بين عيالي، بين المدرس والطالب، اللي أنا وازن زي الميزان كده يا أولاد. التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية من جهة، وإدارة الموارد وحماية البيئة من جهة أخرى. ده بالنسبة للتلات مراحل اللي ظهروا مع تطور مفهوم التنمية، وهو التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية المستدامة. نيجي للجزء اللي بعد كده في درسنا، نيجي بقى بعد كده لمبادئ جغرافيا التنمية. مبادئ جغرافيا التنمية يا حبايبي كده عندنا ثلاث مبادئ. الثلاث مبادئ نبتدي من مبدأ الشمولية، ثم مبدأ التكامل، ثم مبدأ الاستدامة. من أساميهم هتلاقي نفسك تعرف الموحد. طب يعني إيه شمولية؟ كلمة مبدأ الشمولية اللي لازم التنمية عندك في حياتك، في بيتك، في مدرستك، في كل حاجة، لازم أن تشمل جميع الجوانب الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، ولازم تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة سواء حكومية أو خاصة. ده تعريف الشمولية. يبقى مبادئ الشمولية أو مبادئ التنمية، مبادئ التنمية اللي هي الشمولية أن تشمل جميع جوانب الحياة اقتصادية، اجتماعية، وثقافية، ولازم يشارك فيها إيه؟ جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. يعني لو قال لك جميع المؤسسات شالها وقال لك مرتبطة بالحكومية فقط، خطأ. نيجي للمبدأ الثاني، التكامل. التكامل معناها أن في علاقة تكاملية بين جميع القطاعات داخل الدولة، وكل قطاع بيتأثر بالآخر. طب هنا ليه بقى يتأثر كل قطاع بالآخر حتى لا يحدث نمو قطاع على حساب القطاع الآخر؟ ما هو ما ينفعش أما أجي مثلا آكل أي أكلة مش هأكل دراعي بس أو هأكل لساني بس، لا، انت ما بتاكل سبحان الخالق بيتحول كله لدم فبيجري كله جوه الجسد. فده معناه تكامل، علاقه تكامليه. تمام؟ ليه بقى؟ عشان لا يحدث نمو قطاع على حساب القطاع الاخر. فمثلا لو انا عملت تقدم في قطاع الصحه والتعليم هيأثر اوتوماتيك على القطاع الاقتصادي. يبقى كل حاجه مرتبطه ببعضها. طالما في قطاع صحه وتعليم اهتميت بيه، اعرف اللي فيه جاي احسن، اللي هو القطاع الاقتصادي. كلها عبارة عن شجرة، كلها شجرة بتنمي بعضها البعض. نيجي بقى للمبدأ الثالث، مبدأ الاستدامة. دايما التنمية المستدامة، الاستدامة تعني التوازن، زي ما قلنا قبل كده، هو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سواء بقى في الحاضر والمستقبل. ده معنى الاستدامة. معنى الاستدامة معناها كده اللي يبقى في عندك توازن في كل شيء، سواء بقى اللي انت حاليا او مستقبلا. الجزء اللي بعد كده عندنا في منهجنا في الدرس الاول متطلبات التنمية. انا عاوز اعمل تنمية. طب تمام، انا عاوز اعمل تنمية، تعمل ايه؟ يقول لك ما النتائج المترتبة على توافر متطلبات التنمية. عشان اعمل تنمية لازم في متطلبات يا اولاد. طب ايه النتائج المترتبة على، لو انا وفرت لك المتطلبات دي ايه هي؟ يعني لو انا وفرت لك متطلبات سياسية، او وفرت لك متطلبات اقتصادية، او متطلبات اجتماعية، او متطلبات بيئية، طبعا متطلبات كتير. لو انا وفرت المتطلبات دي هيحصل عندي ثلاث حاجات. يبقى السؤال لو جالك ما النتائج المترتبة على توافر متطلبات التنمية؟ تحقيق العدالة الاجتماعية، هحافظ على حقوق الاجيال القادمة، هضبط مصادر التلوث والحد منه. شوف سهلة ازاي. يبقى الوقت لو انا وفرت لك متطلبات التنمية دي يا باشا، هتعمل لي ايه؟ هحقق لك عدالة اجتماعية، وهحافظ لك على الاجيال القادمة، وهضبط كمان مصادر التلوث. طب قول لي بقى ايه هي متطلبات التنمية اللي انا لو انت وفرتها لي هتحقق لي الحاجات دي؟ قلنا متطلبات سياسية، بمعنى حقق لي الاستقرار السياسي في الدولة.
كلما استقرت الدولة كلما زادت التنمية. طب متطلبات سياسية قلناها خلاص استقرار سياسي، طب المتطلبات الاقتصادية، وفر لي رأس مال، وفر لي خبرة علمية وفنية وأنا أعمل لك تنمية. طب تمام، طب المتطلب الثالث متطلبات اجتماعية، ارفع لي مستوى التعليم، ارفع لي مستوى الصحة، وفر لي الأمن وبالتالي يبقى عندي تنمية. طب المتطلب اللي بعد كده متطلبات بيئية، معناها ايه؟ رشد لي بقى الاستهلاك ورشد لي الموارد، يعني معناها ترشيد استهلاك موارد، ايوه هحقق لك متطلبات التنمية وبالتالي يبقى متطلبات التنمية ها اربع حاجات هم عندنا: متطلبات سياسية، متطلبات اقتصادية، متطلبات اجتماعية، متطلبات ايه؟ بيئية. كل واحدة ممكن تيجي لوحدها. نيجي للسؤال دايما كله بيخاف منه، يقول لك ما العلاقة؟ يا استاذ ما بعرفش اجيب السؤال ده. لا بتعرف. ازاي؟ ما العلاقة بين الجغرافيا والتنمية؟ او بيجي بطريقة تانية، بما تفسر أهمية علم الجغرافيا بالنسبة للتنمية؟ طب ما تيجي نحلها مع بعض كده سهل قوي. طب ايه العلاقة بين الجغرافيا والتنمية؟ لهم علاقة ببعض؟ ايوه لهم علاقة ببعض. طب نشوف. واحد، تهتم الجغرافيا بدراسة الأقاليم من حيث ايه؟ ظروفها طبيعية وبشرية زي ما قلنا. يبقى أول أهمية لعلم الجغرافيا وعلاقتها بالتنمية اللي هي بتهتم بدراسة الأقاليم من حيث الظروف الطبيعية والبشرية. تاني حاجة، بتعطي صورة واضحة لمتخذ القرار أيا كان في كل المجالات، وفي المقدمة طبعا موضوع التنمية. يعني لو أنا عاوز أخد قرار لازم أكون عارف جغرافيا وتنمية. أيوه. طب كمان إيه بقى؟ رقم ثلاثة، بدرس الموارد والإمكانات التي تساعد لأن أعمل خطط مثلى لتنمية الأقاليم. عاوز أنمي أقليم معين يبقى لازم أدرس الموارد إيه والإمكانيات إيه. رابع حاجة، من الصعب قيام أي مشروع في الدنيا كلها إلا من خلال دراسة خصائص المكان المطلوب اللي أنا بعمل فيه تنمية، اللي أنا عاوز أعمل فيه تطوير. لازم أحدد متطلبات التنمية إيه، وبالتالي من الصعب أي مشروع في الدنيا أعمله إلا عن طريق الجغرافيا والتنمية. ده بالنسبة للعلاقة بين الجغرافيا والتنمية. آخر جزء عندنا في حلقتنا النهاردة هنعرف يعني إيه كلمة جغرافيا التنمية. تعريف الجغرافيا التنمية يا حبايبي هو فرع زي أي فرع في الدنيا من فروع الجغرافيا البشرية. ده بتيجي في الامتحان، الذي يهتم بدراسة الموارد المتاحة وأقدر أكشف عن إمكانياتها ومعوقاتها إيه عشان أقدر أدير الموارد وأنميها. يبقى نعرف مع بعض تاني جغرافيا التنمية، تعريف سهل وبسيط، هو أو هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية، أكد على كلمة البشرية، بتيجي صح وغلط أو اختياري، يهتم بإيه؟ بدراسة الموارد المتاحة. ليه؟ للكشف عن إمكانيات ومعوقات أو معوقات إيه؟ استغلالها. ليه؟ عشان أقدر أدير الموارد وأنميها. طب ظهر نتيجة إيه بقى الكلام ده كله؟ مفهوم التنمية أو جغرافيا التنمية ظهر نتيجة الدور الحيوي لعلم الجغرافيا في التنمية، كله مكمل بعضه خلي بالك. طب إيه أهمية جغرافيا التنمية؟ أنا بدرسها ليه؟ بص يا سيدي، أنت بتدرس جغرافيا التنمية عشان تساهم في تخطيط التنمية نفسها. بتدرس جغرافيا التنمية عشان توفر قواعد بيانات جغرافية لإدارة تلك الموارد. أنا عشان أعمل إدارة مورد معين، أعمل مشروع معين، لازم يكون عندك تنمية وفكر كويس، وفي نفس الوقت جغرافية المكان اللي هتعمل فيه. عاوز أعمل أي مشروع، حتى لو هتفتح مطعم، هتعمل أجنس عربيات، هتفتح مثلا أيا كان المشروع، لازم تدرس جغرافية المكان وبالتالي تنمي هذا المكان. أهم مجالات جغرافيا التنمية، أهم مجالاته ثلاث حاجات: تنمية الموارد، تنمية الموارد البيئية. اثنين، التنمية البشرية. ثلاثة، التنمية الاقتصادية. ده مجالات جغرافيا التنمية، وده آخر جزء عندنا في حلقتنا النهاردة. أول حاجة عندنا تنمية الموارد البيئية، دي بتهتم بإيه؟ قولي لي يا ست وظيفتك إيه؟ قالت لي أنا وظيفتي ها دراسة موارد البيئة وإدارتها. إيه كمان؟ بحدد جميع المؤشرات البيئية التي يجب أن ألتزم بيها في أي مشروع للتنمية. سهلة جدا. يبقى من أهم مجالات جغرافيا التنمية تنمية الموارد البيئية. ليه؟ عشان أهتم بدراسة الموارد البيئية وإدارتها، وفي نفس الوقت أجمع مجموع المؤشرات دي كلها اللي أنا يجب أن ألتزم بها في أي مشروع. نيجي رقم اتنين في المجالات، التنمية البشرية. التنمية البشرية بتهتم بتنمية القدرات نفسها البشرية إلى أقصى حد ممكن في كل الميادين. طب إزاي؟ قالك عن طريق حاجتين: توفير فرص ملائمة للتعليم، وأكد على كلمة التعليم قوي،
وتوفير فرص للتدريب. يعني لو انا وفرت لك فرصه للتدريب وفرصه للتعليم يبقى انت كده بتعمل تنميه بشريه، لان التنميه البشريه تقوم بالبشر من اجل البشر. ثالث جزء عندنا التنميه الاقتصاديه. طب هنا ازود انتاج، ها استخدم موارد، كمان استنبط اساليب انتاجيه جديده ازود بها الدخل. يعني معناها التنميه الاقتصاديه عشان يبقى عندي زراعه، صناعه، تجاره، او ايا كان التنميه، ازود انتاجي، استخدم موارد متاحه، واستنبط اساليب انتاجيه جديده. عندنا ثلاث تعريفات او ثلاث مصطلحات لازم تخلي بالك منهم. الثلاث مصطلحات دول انا سيبهم لكم موجودين قدامكم اهو: التخطيط وهو، والاداره وهي، والاقليم هو. طب يعني ايه تخطيط؟ التخطيط ده عباره عن اسلوب علمي. ليه؟ عشان اغير الاوضاع الموجوده او الراهنه والغير مرغوب فيها لحل اي مشكله. بس خلي بالك لازم تكون فتره زمنيه محدده عشان ايه؟ استثمر الموارد دي من اجل المستقبل. خطط لحياتك كويس، صدقني هتمشي كويس. مفيش تخطيط في حياتك مفيش حياه. والدلع كده، بص لنفسك كده، قدره ربنا عز وجل في جسمنا تخطيط الهي. القلب له وظيفة، المخ لها وظيفة، الإيد له وظيفة. ما ينفعش تصحى من النوم يقول لك القلب أنا مش عاوز أشتغل الشغلانة دي، أنا هشتغل مكان المخ. ما فيش كلام من ده، ده تخطيط. أنت خد التخطيط ده اعمله كده. تاني مصطلح عندنا الإدارة. الإدارة دي عمليات متتالية، مجموعة كبيرة من عمليات متتالية الهدف منها استثمار الموارد سواء طبيعية أو بشرية. ليه بقى؟ أنا بعمل الإدارة دي ليه؟ ليه بستثمر موارد الطبيعية والبشرية؟ عشان أحقق أهدافي اللي أنا عاوزها. ما أنت لو فعلاً عملت إدارة للوقت اللي أنت عايش فيه، في مذاكرتك، في حياتك، في صلاتك، في كل حاجة، قدرت فعلاً تدير حياتك صح، هتحقق أهدافك صح. آخر مصطلح عندنا الإقليم، وده مساحة من الأرض لها مزايا سواء طبيعية وبشرية محددة بتتميز عن غيرها من الأقاليم. ده تعريف كنتوا انتوا خدتوه في الإعدادي قبل كده. ده موضوعنا النهاردة أو حلقتنا الأولى النهاردة اللي هي جغرافيا التنمية ومجالاتها. ده كان الدرس الأول في تانية ثانوي في مادة الجغرافيا. انتظرونا إن شاء الله في قناتكم، قناة أجيال الأندلس، أول بأول، وتابعونا أول بأول حتى يصل لكم كل جديد إن شاء الله. ودايما سيب كل حاجة على الله. كان معكم أسامة رزق، مؤسس أجيال الأندلس. في أمان الله.